وهنا عايز اتكلم على حد ظني ويقيني انه راجل محترم، الكابتن ايهاب جلال. واحد لما كل اللعيبه او كل المدربين او كل المحللين يتكلموا يقول لك لا لا لا، راجل محترم، راجل محترم وراجل اخلاقياته عاليه، وهو بالفعل كده. كابتن ايهاب جلال كان تحت الاسبوط جامد قوي بعد المباراه. اولا تعادل مع الاهلي في راي البعض او رقميا ابعد الاهلي عن صداره البطوله. مش بس كده، بعد 48 ساعة هيلعب الزمالك وهو المدرب السابق للزمالك. ايه شكل المباراة اللي جاية تأثيرا باللي فات؟ نسمع رأي الكابتن ايهاب جلال نفسه في هذه المنطقة شديدة الحساسية، نشوفه. ايهاب، يعني مباراة وفقدان نقطتين مهمين جدا للنادي الاهلي في صراعه طبعا مع نادي الزمالك على الفوز بالدوري. يشاء القدر ان ايضا النادي الاسماعيلي مواجهة مهمة جدا مع نادي الزمالك يوم السبت، يعني بعد اقل من 72 ساعة. حسابات حضرتك فيها ايه والرؤيه؟ انا ما عنديش حسابات عشان الناس بس تبقى فاهمه. طبعا اللي يعرفني عارف ما فيش حسابات في الكلام ده كله. هو كل الماتشين جايين ورا بعض، فجمهور كل فرقه بيستنى كلام. انا ما اعرفش النتيجه هتبقى ايه، لكن انا هنلعب على المكسب مع اي فرقه ان شاء الله. توفيق بتاع ربنا ما نقدرش نعمل فيه حاجه، لكن اهلي زمالك اي حد اي فرقه احنا مش شاغلين دماغنا بالكلام ده. وانا مش شاغل دماغي، يعني مش هشغل دماغي ابدا، لان انا معروف ان انا بعمل شغلي وبحاول اكسب كل فرقه لعيبه. التوفيق ده هو اللي بيجي، ربنا اللي بيجيه، مش حاجه تانية. اي بقى كلام تانية كلام فاضي يعني. ما اظنش يعني يا كابتن ايهاب جلال كمان. اصل خلي بالك، ما هو المدرب مش كل حاجه برضه. انت في حاله عامه، في 72 ساعه فرقه هتلحق تكون ارتاحت ولا لا. لكن في نفس الوقت الاسماعيلي عامل تجربه في توقيت ما كان احسن فرقه في الدور الثاني بحكم النتائج اللي حققها. كان الناس شايفه ان اتاخر قوي اي اصلاح بالنسبه للاسماعيلي، فان يبقى كده جاله وقت انه يقول لك انا ممكن اخش المربع ولا مش ممكن اخش المربع في توقيت ما. يعني كان بالناس بتتكلم على كده. الاسماعيلي كمان لو كسب الخمس ماتشات الجايين هيروح في حته ثانيه. يعني انت فاهمني؟ فخلينا نحسن الظن. بالتأكيد طبعا. أنا بقول لك الراجل أخلاقياته عالية، يعني واحد من مدربين الكورة. في مدرب هيقول لي فرقته خسارية؟ لكن الناس اللي إيهاب جلال، ها هو بيلعب لإيهاب جلال دلوقتي. عارف إن عيون عليه وعطل الأهلي، طب ليه ما عطلش الزمالك؟ لكن كل ده هنشوف الاداء. العبره مش بالكلام في الاستوديوهات، العبره في ال 90 دقيقه اللي بتتلعب في الملعب. لو في الحماس وتعمل اللي عليك وتقاتل خلاص، والنتيجه دي بتاعت ربنا، مش مطلوب اكتر من كده. وفي نفس الوقت انا بقول لك مفيش ماتش سهل. انت بتقول الاهلي فاضل له مين؟ المصري والجونه و مصري. انت كنت بتقوله دلوقتي. ولا ماتش فيهم سهل. امبي وام يا خبر ابيض. ولا ماتش سهل. امبي وطلع الجيش ورا بعض. الله. فرقتين من اصعب ما يمكن الاثنين دول. فرق، وخلي بالك الفرقه دي هي لا تبكي على شيء، هي للجداره. مدربين دلوقتي بيلعبوا للجداره. لا اتصرف احد يلعب لصالح احد دلوقتي. وانت قلت انه وقت النزاهه. التاريخ باصص على الكل. بالظبط، التاريخ باصص على الكل.